بجندرس الزنزال كتير كتير قوية، درجة هدم كتير بنايات، ما ضل ولا بناية على بجندرس، كلها على الأرض. ونحن من أول ما شفنا الزنزال واثقين من حالنا كتير، وطلعنا على السطح أبوي صار يكبر بأعلى صوت، طلعنا على السطح وما وخفنا ابدا، طلعنا سوي على السطح ونصرنا نكبر. اما عالم بالطوابق الرابع والثالث ما قدروا يطلعوا على السطح ولا شيء ولا شيء، يعني هن بالطوابق يساوي انهدمت البنايه كلهم ماتوا، 38 ضحيه من كل بيت البرشه، 38 ضحيه، مات كثير العالم، يعني حتى واحد بينصاب بالجنون من كثر الضحايا.